تستمعون إلى مغامرة المشكلة الأخيرة من مغامرات شيرلوك هولمز، تأليف آرثر كونان دويل، بصوت إسلام عادل. ها أنا أتناول قلمي بقلب يعتصره الأسى ليدون هذه الكلمات الأخيرة عن الهبات المميزة التي انفرد بها صديقي السيد شيرلوك هولمز. لقد بدأت أروي تجاربي الغريبة معه اعتبارا من أول صدفة جمعتنا معا أيام دراسة في اللون القرمزي، وصولا إلى مشاركتي في قضية المعاهدة البحرية التي حالت دون نشوب أزمة دولية حادة، وأنا وحدي أدري بحقيقة ما حصل، علما أن مجريات الأحداث لم ترد على حد علمي في الصحافة إلا في مجلة جنيف في 6 مايو عام 1891، وأنباء رويتر في الصحافة الإنجليزية في 7 مايو، وأخيرا في رسائل نشرت مؤخرا. المصدران الأولان غنيان بالتفصيل، أما الرسائل فتتضمن تشويها فاضحا للأحداث كما سأبين لاحقا. سأخبركم عما حصل منذ البدء بين البروفيسور موريارتي والسيد شيرلوك هولمز. يجدر التذكير هنا أنه بعد زواجي وبدئي بمزاولة مهنة الطب في عيادة الخاصة تغيرت نسبيا طبيعة علاقتي مع شيرلوك هولمز. صحيح أنه ظل يستعين بي بين الحين والآخر كلما احتاج إلى من يعاونه في تحقيقاته، لكن نادرا ما كان يفعل مؤخرا، حتى أنني لم أجد في سجلاتي عام 1890 إلا 3 قضايا فقط. وفي أواخر الشتاء وبداية فصل الربيع من عام 1981 قرأت في الصحف أن الحكومة الفرنسية استدعته لحل قضية ذات أهمية قصوى، وكم فوجئت عندما رأيته ذات مرة يدخل إلى عيادتي عشية نهار 24 من إبريل وقد بدا شاحبا ونحيلا أكثر من المعتاد. بادر إلى الإجابة على نظرات متسائلة. إني أعمل بكد في الآونة الأخيرة، هل تمانع أن أقفل المصراعين؟ سألت. أتخشى من شيء ما؟ نعم أصبت. من الحماقة أكثر منه من الشجاعة أن ترفض الاعتراف بوجود خطر محدق بك. هل لي بعود كبريت؟ أشعل سيجارته وراح يدخنها وكأن هذا المناخ يروق له أكثر. أعذرني على مجيئي في ساعات متأخرة، وأسألك أن تأذن لي بمغادرة المنزل عبر حائط الحديقة الخلفي. سألته مستوضحا، لكن ما معنى كل هذا؟ مد هولمز عندها يده ورأيت على ضوء المصباح أن مفصلين من مفاصل أصابعه بارزان وينزفان. هل رافقتني إلى القارة لأسبوع؟ إلى أين؟ إلى أي مكان، لا فرق عندي. بدا لي الأمر غريبا جدا، فليس من عادة هولمز أن يطلب عطلة من دون هدف معين، كما أن شحوب وجهه يبين بوضوح مدى توتر أعصابه. لا شك أنه أدرك السؤال في عيني، فشبك أصابعه وأسند كوعيه على ركبتيه شارحا لي الوضع. لم تسمع أبدا على الأرجح بالبروفيسور موريارتي؟ أبدا، إنه يهيمن على لندن ومع ذلك لم يسمع به أحد، وهذا ما يجعله يتصدر سجلات الجرائم. لو استطعت أن أهزم هذا الرجل يا واتسون سأخلص المجتمع من براثنه، وسأشعر أن طريقي المهني قد بلغت ذروتها، وأبدأ بالتفكير في حياة أكثر هدوءا. لن يهدأ لي بال طالما أن ذلك الرجل البروفيسور موريارتي حر طليق في شوارع لندن. ماذا فعل؟ إنه ناجح جدا من الناحية المهنية، كما أنه من أسرة محترمة وقد تلقى تربية حسنة، ويتمتع بهبة مذهلة بالقدرات الرياضية، حتى أنه نجح في سن مبكرة في نيل منصب رئيس قسم الرياضيات في إحدى الجامعات الصغيرة، وبدأ مستقبله واعدا جدا، لكن فيه ميول شعواء وحسا إجراميا يسري في عروقه، ساهمت قواه العقلية المميزة في تنميته بدل لجمه،
فذاعت الشائعات حوله في الجامعة، مما اضطره في النهاية إلى التخلي عن منصبه والاستقرار في لندن حيث عمل كمدرب للجيش. هذا ما يعرفه الناس العامة، لكن ما سأقوله لك اكتشفته بنفسي. أنت تعلم يا واتسون أن أحدا لا يعرف خفايا عالم الجرائم في لندن مثلما أعرفه أنا، وقد استشعرت وجود قواه الشريرة في العديد من القضايا في شتى الأنواع كالتزوير والسرقات وجرائم القتل، وحاولت لسنوات طويلة أن أرفع النقاب عنه، وقادتني كل الخيوط إلى بروفيسور الرياضيات السابق الشهير موريارتي. إنه نابليون الجريمة يا عزيزي واتسون، هو الرأس المدبر لنصف الأعمال الشريرة ولكل ما هو غير مكشوف في هذه المدينة الكبيرة، كما أنه عبقري وفيلسوف ومفكر كبير، وهو يقبع كالعنكبوت وسط شبكته المكونة من 1000 و1000 تشعب يعرف أدنى ارتجاف لأي منها. هو لا يفعل الكثير بنفسه، بل يستخدم عملاء له، قد يضبط العميل لكن ليس محرضه. هذا ما آلت إليه دراساتي عن نظام عمله، وقد وظفت كل طاقتي لعرضه وكسره، وبدا من المستحيل العثور على أي إثباتات تدينه أمام المحكمة. وأعترف بعد 3 أشهر من البحث أني وجدت أخيرا من يضاهي قدراتي العقلية، ولا شيء يوازي إشمئزازي من جرائمه إلا إعجابي بمهارته. أتيحت لي الفرصة في النهاية، فبدأت أحيك شبكتي حوله إلى أن شرفت على إيقاعه فيها. وفي غضون 3 أيام، أي نهار الاثنين القادم، ستتضح الأمور، ويصبح البروفيسور موريارتي وأبرز أعضاء عصابته في يد الشرطة، فتبدأ عندها أكبر محاكمة للجريمة في هذا القرن، وسيتضح أكثر من 40 لغزاً. لقد اتخذت هذا الصباح آخر 3 خطوات، ولم يعد أمامي سوى 3 أيام قبل أن ينتهي الموضوع. وبينما كنت جالسا في غرفتي أستعرض الوضع، فتح الباب ودخل البروفيسور موريارتي. أعصابي حديدية يا واتسون، لكني أعترف أني فوجئت كثيرا لرؤية ذلك الرجل الذي يسكن بالي واقفا أمامي. كان مظهره مألوفا، فارع الطول، نحيلا جدا، وعينه غارقتان في وجهه. أخذ يتفرسني بهما بكثير من الفضول. أدركت حالا مدى الخطر الذي يشكله علي، فأخرجت المسدس بسرعة البرق من الجارور وغطيته بقطعة قماش في جيبي. من الواضح أنك لا تعرفني، أجبته. على العكس، من الواضح جدا أني أعرفك. تفضل بالجلوس، بإمكاني تخصيص 5 دقائق لك إن كان لديك ما تقوله. كل ما أريد أن أقوله مر في بالك. على الأرجح أن كل أجوبتي مرت في بالك إذن، تبع قائلا. لقد اعترضت طريقي في 4 يناير وفي 23 منه، رحت تضايقني في منتصف فبراير، أزعجتني كثيرا، وفي نهاية شهر مارس أعقت خططي، والآن ونحن على مشارف شهر إبريل أجدني في وضع قد أخسر معه حريتي. لم يعد الوضع يحتمل. هل من اقتراحات؟ أجاب مشيحا بوجهه. تنحى عن المسألة سيد هولمز، صدقني هذا أفضل لك. ليس قبل الاثنين. أنا واثق من أن رجلا ذكيا مثلك يرى جليا أن هناك مخرجا واحدا من هذه القضية، عليك أن تنسحب. فأشرت إلى أن الخطر من أسس مهنتي. المسألة ليست مسألة خطر، وإنما تدمير محتوم. أنت لا تقف في وجه أي فرد عادي، أنت في وجه منظمة قوية لم تنجح برغم ما تملك من ذكاء في التوصل إلى مثلها. نهضت مجيبا، أخشى أن تكون روعة هذا اللقاء قد أنستني أمرا مهما علي القيام به. نهض بدوره ونظر إلي صامتا وهو يهز رأسه بحزن. كسر الصمت في النهاية ليقول:
حسناً، هذا مؤسف، لقد قمت بواجبي. لو كنت ذكياً بما يكفي لتدمرني، كن على ثقة من أني لن أتوانى أبداً عن معاملتك بالمثل. لقد أغدقت علي المديح، دعني أمدحك بدوري بأن أقول لك إني لو تأكدت من حتمية هذه الحالة سأقبل معاملتك لي لما فيه مصلحة الناس. هذه مقابلة مميزة مع البروفيسور موريارتي، وأعترف أنها أثرت في أبلغ التأثير. ستجيبني طبعا، ولما لا تستعين بالشرطة لردع؟ السبب هو أني مقتنع أن عملاءه أنفسهم سيسدون له الضربة القاضية. كل البراهين التي لدي تثبت ذلك. هل تم الاعتداء عليك؟ عزيزي واتسون، البروفيسور موريارتي حذر جدا. كنت قد خرجت عن الظهر لتصريف بعض الأعمال في شارع أوكسفورد، وبينما أنا مار عند زاوية الطريق اجتازتني عربة يجرها حصانان بسرعة جنونية كسرعة البرق، وبالكاد استطعت أن أنقذ حياتي. تبعت طريقي، وبينما أنا ماشي في شارع فير سقطت علي قطعة قرميد من على سقف إحدى المنازل وتحطمت عند قدمي. وفيما كنت في طريقي إليك هجمني شخص فظ يحمل هراوة، فضربته بدوري واستدعيت الشرطة فقبضت علي. فلا تتعجب يا واتسون إذا بادرت إلى إقفال المصراعين حالما دخلت إلى هنا، وإذا طلبت منك أن تأذن لي بالخروج عبر حائط الحديقة لا عبر الباب الرئيسي. لطالما أعجبتني شجاعة صديقي، لكن ليس كما اليوم عندما جلس بصمت يتحقق من مجموعة أحداث حولت نهاره إلى جحيم. سألته: لما لا تبت ليلتك هنا؟ لا يا عزيزي، سأشكل ضيفا خطرا. لقد أعددت خطتي وسأتدبر أمري جيدا. يستحسن أن أتوارى قليلا عن الأنظار لبضعة أيام قبل أن تنصرف الشرطة، لذا يسرني لو ترافقني إلى القارة. أجبته مسرورا: ليس لدي عمل كثير، ويسرني كثيرا أن أذهب معك غدا صباحا إذا لزم الأمر. نعم، إنه أمر ضروري. إليك بعض الإرشادات، وأتمنى عليك أن تتبعها بحذافيرها. اصغ جيدا. عليك أن ترسل كل الأمتعة التي تحتاج إليها بواسطة رسول موثوق به إلى محطة فيكتوريا هذه الليلة، وفي الصباح استدعي عربة واصعد على متنها باتجاه ستراند في أركاد لوثير، واعط السائق العنوان مدونا على ورقة صغيرة، واطلب منه ألا يرميها في الشارع، وجهز الأجرة. وحالما تتوقف العربة انطلق عبر الأركاد بحيث تصل إلى الجهة المقابلة في 9:45. ستجد هناك عربة ثانية عند حافة الطريق، يقودها رجل يلبس معطفا أسود اللون ذو طوق أحمر. استقل العربة إلى أن تصل إلى محطة فيكتوريا، حيث تصعد على متن كونتيننتال إكسبريس. أين نلتقي؟ في المحطة، في مقصورة الدرجة الأولى الثانية من الأمام، والتي سأحجزها لنا. حاولت من دون جدوى استبقاء هولمز عندي الليلة، لكنه رفض على اعتبار أن وجوده سيجلب المتاعب، ولذا عليه أن يغادر. اتبعت إرشادات هولمز بحذافيرها في الصباح، وسار كل شيء على ما يرام، إذ كانت أمتعتي بانتظاري في محطة فيكتوريا، ولم أجد صعوبة في العثور على مقصورتنا بما أنها الوحيدة التي كتب عليها محجوزة. شيء واحد أقلقني هو غياب هولمز، وكانت ساعة المحطة تشير إلى بقاء 7 دقائق قبل الانطلاق. بحثت عنه من دون جدوى، وبعدما بحثت عنه مرة ثانية عدت إلى حيث أمتعتي، حيث تبين لي أن مستخدم القطار جعل من أحد المسافرين الإيطاليين رفيق الرحلة. حاولت جاهدا أن أشرح له الوضع، وأنا لازلت أفتش قلقا عن صديقي. وسرت قشعريرة في جسمي عندما افتكرت أن لعله أصيب بمكروه في تلك الليلة.
كان الباب قد أغلق وأطلقت صافرات الإنذار عندما صرخ صوت: عزيزي واتسون، أهكذا تمر دون أن تلقي علي التحية؟ التفت مذهولا، وإذا بالرجل الإيطالي العجوز ينظر إلي وقد سقط عنه القناع، وأدركت أنه صديقي هولمز. يا إلهي، لقد أخفتني، همس قائلا: علي توخي الحذر، لا شك أنهم يتقفون أثرنا، ها هو موريارتي بنفسه. كان القطار قد انطلق. بينما هو يتكلم نظرت إلى الخلف فرأيت رجلا طويل القامة يشق الحشود على عجل ويلوح بيديه طالبا إيقاف القطار، لكن الأوان قد فات، بما أن سرعتنا كانت تزيد تدريجيا، وما هي إلا لحظات حتى غادرنا المحطة. هل قرأت صحيفة اليوم يا واتسون؟ لا. لم تعلم بما حصل في شارع بيكر إذن؟ شارع بيكر؟ لقد أضرموا النار في غرفتنا الليلة الماضية، فاقتصرت الأضرار على الماديات. يا إلهي هولمز، هذا أمر فظيع. لا شك أنهم فقدوا أثري بعدما ألقي القبض على العميل الذي أوقفته الشرطة، وإلا لما علموا أني عدت إلى غرفتي. ولا شك أنهم راقبوا تحركاتك أيضا، ما يفسر قدوم موريارتي إلى المحطة. بقي أن نفكر في خطة للتخلص منه الآن. هذا قطار سريع وسنصل مباشرة إلى السفينة، مما يعني أن الخطر قد زال. عزيزي واتسون، من الواضح أنك لم تفهم تماما ما عنيته عندما قلت لك إنه لا يقل عبقرية عني. ماذا تراه سيفعل؟ ما كنت لأفعله أنا. وماذا كنت لتفعل؟ أستخدم عميلا خاصا. لقد فات الأوان إطلاقا، فهذا القطار يتوقف في كانتربري، وثمة تأخر 3/4 ساعة دائما قبل انطلاق السفينة، سيلحق بنا هناك. وكأننا المجرمان، لما لا تطلب إيقافه حالما يصل؟ لأن ذلك يقضي على 3 أشهر من العمل المضني. سنحصل على السمكة الكبيرة ونفلت الصغيرة، وسنحصل عليهم جميعا نهار الاثنين. التوقيف مرفوض كليا. ماذا إذن؟ سننزل في كانتربري، ومن ثم سنتوجه عبر الريف إلى نيو هافن، فإلى دياب. سيفعل موريارتي مجددا ما كنت لأفعله أنا، سيذهب إلى باريس وينتظر أمتعتنا ليومين في المستودع. في هذه الأثناء نتابع نحن رحلتنا إلى سويسرا عبر لوكسمبورغ وبازل. لن أدع فقدان أمتعتي يمنعني من السفر، لكني أعترف أن فكرة إجباري على المراوغة والاختباء من رجل ذي سجل حافل بشتى الجرائم لم ترق لي كثيرا. لكن من الواضح أن هولمز أدرى مني بحقيقة الوضع. وهكذا نزلنا في كانتربري، وتبين لنا هناك أن علينا الانتظار ساعة إضافية قبل انطلاق القطار إلى نيو هافن. شد هولمز على كمي مشيرا باتجاه معين: أترى؟ ها هو. بالفعل كنت ترى في البعيد عبر غابة كانتش دخانا خفيفا يتصاعد، وما هي إلا دقيقة حتى رأينا القطار يتوجه على طول المنعطف الذي يفضي إلى المحطة. لذكاء صديقنا حدود كما ترى، لو تنبه إلى ما سنفعله وعمل وفقا له لكانت هذه ضربة معلم. تبعنا إلى بروكسل حيث مكثنا ليلتين، وانطلقنا في اليوم الثالث إلى ستراسبورغ. وصباح يوم الاثنين كان هولمز قد أبرق إلى الشرطة في لندن، ووجدنا مساء الجواب بانتظارنا في الفندق. فض هولمز البرقية، لكنه قال متذمرا: كان علي أن أعرف. موريارتي؟ قبضوا على كامل العصابة إلا هو. اعتقدت أن المسألة أصبحت بين أيديهم. أعتقد أن من الأفضل أن أعود إلى لندن يا واتسون. لماذا؟ لأني أصبحت رفيقا خطرا الآن. إن لم أكن على خطأ، أظن أنه سيجند طاقاته الآن للانتقام مني. لقد قال ما يكفي خلال لقائنا القصير، وأخشى أنه عاني ما قاله.
أنصحك بالعودة إلى عيادتك. جلسنا في غرفة الطعام في ستراسبورغ نناقش المسألة لنصف ساعة، ثم استأنفنا الرحلة في الليلة نفسها باتجاه جنيف. كانت رحلة ممتعة لا تتخللها سوى متسعات من الخضار الربيعي وقمم مكللة بالبياض الشتوي. لكن طيف موريارتي لم يغب عن هولمز ولو للحظة، ومع ذلك لم يشعر أبدا بالإحباط، بل على العكس كان متحمسا جدا أكثر من أي وقت مضى. وظل يكرر أنه لو نجح في تحرير المجتمع من البروفيسور موريارتي لوضع مسرورا حدا لطريقه المهنية. لا أبالغ يا واتسون إن قلت إن حياتي لم تذهب سدى، إن هواء لندن هو الأعذب بالنسبة إلي، ومن بين أكثر من 1000 قضية عملت عليها لا أعتقد أنني أسأت يوما استعمال قواي في الجانب الخطأ، وفضلت مؤخرا النظر في مشاكل من الطبيعة لا مشاكل من فعل المجتمع. ستنتهي مذكراتك يا واتسون يوم أكمل مسيرتي المهنية بإلقاء القبض أو بالقضاء على أخطر المجرمين في أوروبا وأكثرهم دهاء. وصلنا في 3 مايو إلى بلدة مارنغن الصغيرة، وكان صاحب الفندق رجلا ذكيا، نصحنا بأن ننطلق بعد ظهر 4 مايو باتجاه التلال وبقضاء ليلة في روزنالاو. لكن لم يكن بإمكاننا المضي قدما من دون أن نحور مسارنا قليلا لنشاهد شلالات ريشباخ. كان المكان مخيفا، والسيل الذي ملأه الثلج الذائب يصب في لج عميق يرتفع منه رذاذ المياه المتدفقة كالدخان المتصاعد من منزل يحترق. كان الممر قد قطع عند منتصف الهاوية للحصول على مشهد شامل، لكنه ينتهي بشكل مفاجئ بحيث يجبر المسافر على العودة من حيث أتى. كنا قد استدرنا لنعود أدراجنا عندما رأينا فتى سويسرا يركض باتجاهنا حاملا رسالة في يده عليها ختم الفندق الذي كنا قد غادرناه لتونا وموجهة لي. يبدو أن بعد دقائق معدودة على رحيلنا وصلت سيدة إنجليزية في آخر مراحل مرضها. كانت قد أمضت الشتاء في دافوس بلانس، وبينما هي في طريقها للانضمام إلى صديق لها في لوسرن أصيبت بنزيف مفاجئ، ويعتقد أنها لن تعيش أكثر من 4 ساعات، لكن معاينتها من قبل طبيب إنجليزي سيعزيها كثيراً، فلو استطعت العودة إليها. لم يكن بالإمكان تجاهل هذا النداء ولا رفض طلب إحدى الرعايا الإنجليزية التي تحتضر في بلاد غريبة، ومع ذلك ترددت في ترك هولمز، إلا أنه قرر أن يبقى هناك بعض الوقت ثم يبدأ باعتلاء العضبة على مهل وصولا إلى روزنالاو حيث نلتقي في المساء. رأيته وأنا أغادر وقد استند إلى صخرة وفتح ذراعيه وراح ينظر إلى الأسفل حيث تتدفق المياه. كانت هذه آخر مرة أراه فيها في هذا العالم. وصلت إلى مارنغن بعد ساعة تقريبا، وكان ستيلر صاحب الفندق واقفا عند المدخل. سألته متعجلا: أمل ألا تكون حالتها قد ساءت أكثر؟ نظر إلي متعجبا، وحالما عقد حاجبيه شعرت بقلبي يتوقف عن الخفقان. أخرجت الرسالة من جيبي مستوضحا: ألم تكتب هذه الرسالة؟ أليست هناك سيدة إنجليزية مريضة هنا؟ طبعا لا، لكنها تحمل ختم الفندق. لا شك أن ذلك الرجل الإنجليزي الطويل القامة الذي أتى يسأل عنكما هو من كتبها. قال: لم أنتظر حتى يكمل جملته، بل هرعت مذعورا إلى شوارع البلدة وصولا إلى الممر الذي اجتزته من قليل في غضون ساعة، لكني لم أبلغ المكان مجددا إلا بعد 2 ساعة من الجهد، كما أنني لم أجد لهولمز أثرا برغم صراخي ونداءاتي، ولم يجبني إلا الصدى تردده المنحدرات الصخرية المحيطة بي. أكثر ما أخافني هو رؤية العصا الألبية، مما يعني أنه لم يذهب إلى روزنالاو. الفتى السويسري اختفى أيضا، لعله عميل من عميل موريارتي، وقد ترك الرجلين معا على انفراد. ماذا حصل بعدها؟ من سيقول لنا ماذا حصل؟
وقفت لدقيقة أو دقيقتين أسترجع أنفاسي لشدة تأثري بما حصل. ثم بدأت أفكر بحسب أساليب هولمز محاولا تطبيقها لتفسير هذه المأساة. ليس هذا بالأمر الصعب، فخلال حديثنا لم نبلغ آخر الممر، وقد بدا واضحا على الأرض خطان من آثار الأقدام التي تقود بعيدا عني من دون رجعة، وعلى بعد بضعة ياردات من نهاية الطريق رقعة وحل. صرخت عاليا، لكن لم يأتني جواب سوى صرختي هذا. لكن القدر شاء أن تردني كلمة أخيرة من صديقي وزميلي، فقد وجدت في علبة السجائر الفضية التي اعتاد أن يحملها قطعة ورق مربعة صغيرة، وجدتها على الأرض. فتحتها وإذا فيها ثلاث صفحات مأخوذة من دفتره وموجهة لي، كانت تميز هولمز بحيث أنه يبدو من دقتها ووضوحها وتماسكها وكأنه كتبها في مكتبه. عزيزي واتسون، أكتب لك هذه الأسطر بإذن من السيد موريارتي الذي ينتظر موافقتي لمناقشة الأمور العالقة بيننا. كان يعطيني لمحة عن الطرق التي مكنته من الإفلات من الشرطة الإنجليزية وأبقته على اطلاع على أدنى تحركاتنا، وقد أكد لي هذا ظنوني حول قدراته العالية. يسرني أني سأنجح في تحرير المجتمع من أي انعكاسات سلبية لوجوده، مع أني أخشى أن تكون الكلفة مؤلمة لأصدقائي، لا سيما لك أنت عزيزي واتسون. سبق أن شرحت لك أن طريقتي المهنية قد بلغت مرحلة حساسة، وأنه ما من حل مناسب لي أكثر من هذا الحل. أعترف لك أني كنت واثقا من أن الرسالة من مارينغان مجرد ألعوبة، وتركتك تذهب تحسبا لحصول ما حصل. قلت للمفتش باترسون أن الأوراق التي يحتاج إليها لاتهام العصابة موجودة في عين المنضدة ميم في مغلف أزرق كتب عليه موريارتي. لقد اتخذت كل التدابير اللازمة الخاصة بملكيتي قبل مغادرتي لندن، وسلمتها لشقيقي مايكروفت. انقل تحياتي للسيدة واتسون، وتفضل يا صديقي العزيز بقبولي فائق الاحترام، شيرلوك هولمز. لم تنجح كل محاولات انتشال الجثتين، وهكذا بقي أخطر المجرمين وأبرز أبطال العدالة في عصرهما يرقدان في أعمق لجج المياه والرذاذ المتدفق. أما أعضاء الزمرة فسيذكر الناس دائما الإثباتات التي جمعها هولمز ضد منظمتهم، وكيف بقي سيف الرجل الميت مسلطا فوق رؤوسهم. ولم ترشح عن المحاكمة معلومات كثيرة عن زعيمهم، وإنما اضطررت الآن لإيضاح هذه الأمور إكراما لذكرى أحسن وأحكم رجل عرفته في حياتي.